انت بتعرف ليش كنت متردد استضيفك انا وفريق البرنامج؟ لانه خايفين عليك من نظرة الناس لإلك، لانه اللي بيطلع على تلفزيون وبيحكي وبيبوح نفس الليلة في كتير ناس بيقيدوا بيقولوا حرام، ضحية مجتمع، اسئولوا اعتادوا عليه، تاني يوم بيصير ضحية كل العالم، بيتنمروا عليه، بيقولوا هيدا اللي فضح حاله، هيدا الجاي الجنسي المثلي الجنسي اللي طلع على تلفزيون وحكي، بيعملوا لك ستيريوتايبينج وبيعملوا لك بولينج وبيأذوك اكثر ما انت نفسيتك اصلا مدمره. فانت قادر تواجه هالناس؟ نحن عم نسجل الحلقه، اذا مش قادر قل لي مشان مش قادر. انا ما حدا في يوقف بوجهي. اذا ما بدك بس الحلقه، ما بس الحلقه. انا مستقتل تكون معك بالحلقه، هيدي اخر كلمه قلت لك اياها. انا مستقتل. انت مسؤول عن أنا كل مسؤول عن التداعيات كل اللي قد تنتج. نعم. من جراء بس هالحلقه. نعم. من بعد ما هيدا الشاب صرت بتقول، انت بتقول صرت عبد له ولنزواته الجنسيه وانت تستمتع، من بعدها كان عنده اخ اصغر. شو عمل الخي الاصغر؟ هو بالخي الاصغر بس كانوا يعملوا شيء كثير مشوق، هيدا الاكثر شيء مش ممكن انساه. اقعد بالارض وامشي على الارض ويبعدوا عهني عدني، قولوا لي يلا جاد الحقنا، قال لهم بليز قربوا ما تبعدوا، وهني بعده أنا أركع وأمشي. يعذبوني كانوا طيعتوني الشغلة، صار مثل الدروغ. شو طيعتوك الشغلة؟ تخلوني أحصل على أعضاءهم التانية، يعني تاني أعمل معهم. تتوسل تحصل على جنس. إيه مثل الدروغ. أيام يسمحوا لي، أيام ما يسمحوا لي، أيام أشي دق الباب، يعذبوني، يسبوني. يقولوا لي احط من هون، ما انا شريتك اليوم، يمكن بكره انا ارجع باليوم الثاني. كل قد ايه كنتوا تروحوا تمارسوا اللي كنتوا تمارسوه مع هالشابين؟ كل قد ايه؟ كل ثلاث ايام، كل هيك. بتعرف شو، انا هي اول مره انا بدي اعلنها قدام الناس كلها، انا هي ما حدا بيعرفها. انا كنت الا لامي انا بدي اروح على الكنيسه، توصلني هي على الكنيسة تأحضر القداس، وأنا بس أتأكد إنه السيارة هي فلت، صل بإيدي على وجهي وأطلع من الكنيسة، وكان بيتهم هوليك حد الكنيسة، أركض لعندهم. كنت أتحجج بالروحة على الكنيسة مش نروح لعندهم. إمتى قلت لأمك وبيك إنك جاي مثل جنسي؟ كان عمري 13-14 سنة. شو قالوا لك؟ المجتمع اللبناني او المجتمع العربي بعده مجتمع لا يتقبل راحت امي للناس وهيدا واقعنا. طبعا راحت امي لعندهم. اللي كيف قلت لامك وبيك؟ قعدت معهم، كنت بالتخت وعببكي وعببكي كثير، وقلت لهم سالوني مين الاسامي يا جاد، قول مين اللي عمل فيك هيك. صار يسالوني هيدا لا هيدا، قلت لهم ايه هيدا اللي عمل هيك. امي راحت لعنده على البيت، قرطته كف، ضربته كف للشاب؟ ايه ضرب الظهره وخلصت القصه. ما تلي قصتك انه عم بتلوم امك، منع بلومها بالنهايه، المراه ضعيفه ما في بي، هو يتصرف. والام يعني لفلفوا الموضوع على حسابك.